البيشنت زي اللي انت شايفه بيبقى في عنده اوبتيك ديسك ديما يونيلاترال اكوت فيجن لوس، لكن ما فيش بين مع الاوكولار موتيليتي، وعنده دايابيتس وهايبرتنشن. نلاقي عنده ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت، بص على العين الثانيه تلاقي سمول ديسك والاوبتيك كاب صغير. تعملوا فيجوال فيد تلاقي التيتيود فيلد ديفكت، واكتر دايما بيبقى انفيريور الدايجنوزس نان ارتريتيك اوبتيك نيوروباثي. بنعمل الايمجينج واللاب بس تو اكسكلود اذرز، زي مثلا حاله نعمل ام ار اي ونعمل ايكو على الهارت ونعمل دوبلر على الكاروتيك تو اكسكلود اي امبوليك مانيفيستيشنز، تيك لاب انفستيجيشن عشان نحلل سي بي سي اي اس ار وسي رياكتيف بروتين. هنلاقي البروجنوز بتاع النون اسكيميك اوبتيك نيوروباثي ان 40% بيتحسن مع الوقت او بيبقى ستيبل في معظم الحالات. فولو اب از امبورتنت، ان 19% منهم بيأفكت الاذر اي. نو بروفن تريتمنت.